دلوقتي جه معادنا حاجه من غير ايه، من غير رجل بقى. ما لا ده بالرجل هو، ما بنلعب، ما احنا بنلعب كره القدم. بنلعب ايه؟ بنلعب القدم، هنضطر نكمل فيها طالما بنلعب. لعبنا حديد، لعبنا ضغط، خلاص اعملها دوس، هدوس عليها من المره الجايه بقى. تعالوا مع بعض نشوف دلوقتي كام كوره هتتلعب، وهي ضربات الجزاء. ضربات الجزاء حره، حارس مرمى هيقف هنا من فريق، واحد هيشوط من هنا من فريق تاني. مين اللي جاهز؟ ماشي، حارس مرمى احمد سمير هيقف، وكريم عبد الكريم هيشوط. اتفضل يا كريم. لا ليك يا رب. ليك يا عم، مش هجيب حاجه. خمس كور، خمس كور يا كريم. يا جماعه رجليه، ده هو المرمى اصلا. صاروخ. بص صاروخ جوه الجول. اول واحده، اول واحده جول. مش بقول لك تاني واحده في رجل بتلعب. انا ما بلعبش جامد والله، انا بلعب بالراحه. يعني قصدي هي فاهمه هي بتعمل ايه. معاك رجلين، اعمل برجليك. برافو يا احمد سمير، يا عالمي يا عالمي يا ابني. الله الله يصبر عليك. تالت كوره، يلا تالت كوره. كريم كريم جوه جول، جوه جول، جايب 2 من 3. كريم عبد الكريم بيحسم النتيجه لفرقته ولا ايه؟ لكن لسه احمد سمير هيرد. رابعه جوه جول، جوه جول، جوه جول. يا نهار ابيض، 4 فيهم 3. فاضل واحده، فاضل واحده. هو ممكن يصد هو عني عشان ما اعرفش صد. يلا يلا، وبيدخل 4 من 5. الحقيقه نتيجه مبهره بيعملها كريم لفرقته، بيحقق يعني درجات كبيره. لكن احمد سمير مش هيسيبه، مش هيسيبه. احنا الصد عادي صح؟ الصد عادي بالايد والكلام ده صح؟ ايوه ايوه. اقعد على الارض. لا ما يقعدش. لا يلا ابو عامر، كنت عملتها. يلا ابو عامر، انت ذكي قوي. يلا ابو عامر، حلو قوي. الله صدها، برافو. واحده. يا سلام. ايه ده احمد سمير لسه بتقدم ليه؟ احمد سمير، احمد عشان احمد سمير. بلعب براحه. احمد سمير احمد سمير، جوه جول، جوه جول يا سمير. يا مش ممكن صدقها. لكن والله لسه الاماني ممكنه. اثنين فيهم واحد، اثنين فيهم واحد، اثنين فيهم واحد. كريم ما تشمرش، خلي احمد. ادوني فرصه ازيع الماتش، ادوني فرصه ازيع الماتش، ادوني ثلاثه فيهم واحد، ادوني فرصه ازيع. الرابعه احمد سمير عامر. يلا يا سمير، يلا يلا يا احمد سمير. احمد سمير عامر. بسم الله. احمد سمير عامر بيصد. والله كريم معجزه، اتهرى تديله في النص. واحد كريم، يا سلام. هعذبك. انت بتشوط فيه. بقول لك ما اعرفش اصد. لا هو ما اعرفش اصد يا ابني. الخمسه، ما هو بتعرف الخمسه كريم. اركن. الخمسه يا كريم، مش مشكله. اركن يا صديق. وبيصد كريم. خمسه فيهم واحد يا كريم، خمسه فيهم اربعه. احنا خسرنا. حمدي دور وحشه كريم، وحشه كريم. بص دور حمدي عباس مع اسامه مكاو. حمدي اتفرج على حمدي بقى. يلا حمدي عباس، حمدي جامد جامد جامد. حمدي عباس بيصد منه اسامه. بص زي ما قلت لك. ها زي ما قلت لك. اتفرج. شكرا شكرا يوسف، شكرا الساده المصورين، الساده الافاضل، تحيه وتقدير. تقدروا تمشوا انتوا. الكره الثانيه، الكره الثانيه بيغير اللون، بيغير اللون. حمدي، حمدي غير اللون، بيكسر حظه. هي حمدي عباس، حمدي عباس، حمدي عباس بيصد منه. اسامه عامل شغل. استاذ حمدي عامل شغل. اقف كده شويه، كده شويه. شجع يا احمد الكره الثالثه. بس انت ركز كده، ما تتكلم عشان هو بيجيب لك، هلخمك. بيجيب لك الكره الثالثه. ابني هو ناقص، ده رجليه مرزبه. جوه جول، ثلاثة فيهم واحد. شفت الكرة الرابعة؟ حمدي عباس متألق، عشان هو التاني قال له يرفع درجات الكيرف تاني. لسه قال له شوت بقوة. بص هو قال له شوت بقوة، زود. ايوه كده. الرابعة، هو قال له شوت بقوة. الرابعة بيصد منه اسامة. يا سلام يا اسامة، هو قال له شوت بقوة. بص يا سلام يا اسامة، والله ما قلت له. ايوه انا فاهمك يا قال له كيرفه. الكرة الخامسة، الكرة الخامسة. حمدي عباس بيصد منه اسامة. يبقى خمسة فيهم واحد. والآن دور اسامة مكاوي. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ كريم جاب كام؟ ما اعرفش اصد. كريم جاب 4. ما اعرفش اصد. وانا جبت واحده. رجع لورا. بيصد مش بالقوه. تصد واحده كمان نكسب. بالتوجيه، بالتوجيه. عايز توجه. بص دي بره. عالمي كده. حمدي عالمي. ولا كده ولا كده. ده خلاص اصلا. ولا كده. هي اتحسبت كده خلاص. هي دي الفقره الاخيره. بره خالص. انا جبتها هنا. جبتها. تعالى نحسب اللي دي على. بص هات الكوره، هات الكوره. ماشي الحلقه الجايه ده لو مقصوده. يلا حمد. يلا باقي كورتين ولا كوره. الوحيد اللي ما جابش ولا جون هو اسامه. انا صديت كتير يا اسامه. بره خالص دي يا اسامه. طب يلا بره. فعلا فعلا في العارضه. يلا اسامه. يلا اسامه. جت في رجلي، جت في رجلي للاسف. اخر كوره يا اسامه يا ابني. احنا كده قلت لك حمدي وكريم هيكسبوا. لا استاذ خلاص، مش دي اخر واحده.
جوه جول اهو ماشي ماشي اي حاجه جوه جول احنا فريقنا كده مش كده ليه من الاول عمدي لعب انت جاي تعمل كده من الاخر خالص وكريم لعب قدام احمد دلوقتي هنلعب احمد عامر قدام حمدي عباس اتفضل يا حمدي لا اله الا الله سيدنا محمد الرسول هي هي نفس اللعبه بيشلف يلا انا مشكله تهريج بيشلف احمد سامي مين اللي هيصد الاول ومين اللي هيشوط بيشلف انا هصد الاول اصلا يلا وانتم زي ما قلت لك زي ما قلت لك بيصد حلو بكيرف كده وانت ما لعبتش زاويه بصوا يا جماعه يعني بصوا التكنيك خلينا نركز بصوا التكنيك بتاعها هي مش بالقوه ولكن بالتوجيه يعني مثلا ممكن تعمل ايه مثلا ممكن تعمل مثلا لخبطه زي كده اوه حلو ده ما انت ما قلتش دي ممكن قلت انا بقول ممكن تعمل ايه ممكن تعمل حاجه تانية زي ايه بص اللي جايه دي بص شغل خارجي اهي اهي ده انا هو واقف هيجيبها طبعا خلاص يا باشا في تغييرات في اللعب لا هو مش هو واقف هيجيبها هو عمل له تغييرات لخفنا كده اللي هو خلاه تبرجل ايوه ماشي بتتبرجل يلا حمدي بس على الارض سنه صغيره حمدي عباس سنه حمدي عباس حمدي عباس هتعمل ايه عباس يلا حمدي يلا حمدي حلو هيحطها له على يمينه ولا ايه على يمينه أيوة جول أيوة على يمينه كان سايب الزاويه مفتوحه سيب له الاولانيه وكان سايب الزاويه مفتوحه سد الزاويه الكوره صدها سد الزاويه هلعبها في الزاويه ما صدهاش دخل الجول حمدي عباس الكوره الثانيه حمدي عباس الكوره الثانيه يلا يا برافو حمدي بيصد حلو قوي خدعه احمد سمير كرة التالتة برافو كرة التالتة حمدي عباس حمدي عباس يا جماعة هيتألق ولا إيه الكرة التالتة يا جامد أيوة كده جون ولا برة مش جون دي برة جون دي برة يا عم لا جون بجد يا أسامة جوه الجون دخلت من جون يا عم دخلتها في الستاند الكرة بتتحسب جون هدف هنشوف الفوق لا جون ثلاثة فيهم اتنين هي عاجز بس ثلاثة فيهم اتنين خبطة في الاستاد في زاوية ثانية يا كابتن الكرة الرابعة حمدي عباس بره محسوبة مش محسوبة انت تدخل اتنين دي هجيب التالتة يلا أربعة فيهم اتنين الكرة الخامسة والأخيرة حمدي عباس هينهي ولا ايه يلا يا أحمد يلا يا أحمد أهو يا حلوة قوي دي عارف الوقعة دي هي اللي خلته عمل كده مرة خمسة فيهم اتنين برافو يا احمد عمل مجهود كبير قوي قوم يا صديق وهنشوف احمد دلوقتي هيشوط على حمدي يا ترى هيجيب اجوان ولا لا الكورة الاولى دخل عامر جوه جول عامر والله بيحصد نتاج مجهوده اللي عمله طوال الحلقه وبيجيب هدف عالمي من ما بين رجلين حمدي عباس وبيلعب ضغط الله اكبر يا سلام حلو ده. يا سلام على الروح يا سلام على المجهود احمد سمير عامر دخل الكره الثانيه عامر بيصد عاش حمدي قال له تعالى بقى انت هتفضل تجيب اجوان ولا ايه احمد عامر الكره الثالثه هيعملها ويصد حمدي عباس خد اهي هناك ثلاثة فيهم واحد الرابعه يلا يا عامر بقى جمهورك بيناديك رغم انه عمل فنت حلو وموي لكن الحقيقه الكوره ما جاتش أربعة فيهم واحد الكرة الخامسة اركن يا أحمد لا اركن يا أحمد الكرة الخامسة يسلم على كريم براحة بيشوط جامد قوي ولسعوا خمسة فيهم واحد بيشوط جامد يلا يا أوس يلا يا باشا يلا روحها ماشي يلا ده الواد كريم علامة برافو يا أسامة حلوة كله يهون كله سوري انا لسه ضارب صاحبه استنى يا ركز استنى يا كريم حاسب دي مفتوحه خالص مفتوحه انت سايب الزاويه مفتوحه اقول لك مفتوحه خالص معاني ان مفتوحه ما انت ما تقولش يمين معانا شمال اللي كانت مفتوحه وانت صح كده ما هي ثالثه احمد انا مش مركز جوه الجون بينهي كريم عبد الكريم اسطوره فريق صلاله تماما لسه استوديو الكره الرابعه كريم عبد الكريم وجوه جول جوه جول العب انت قفلتني من اول كوره وربنا بص لا انا ما شطتش في الجنب لا استنى استنى العب بيصد خمسه فيهم ثلاثه جامد عامل بيعمل انا ما شطتش جامد على فكره ما شطتش جامد والله يا حمدي بيعمل له كده ما شطتش جامد انت ما بتشطش جامد ده انا عايز اعيط دلوقتي استنى هجيب لك كوره كمان يلا 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 اسامه بس
يا في العرض يا ابني بالراحه بيشوط جامد بجد في العرض يا عم يا عم الجامد ايه طب استنى ما اعمل زي ما الاستاذ قال بره اثنين بره اثنين يا سلام يا سلام اثنين بره واحده كمان لكن واحدة الحقيقه كمان. يعني كريم عبد الكريم يعني فوز فرقته وحط جون حلو اسامه لكن حلاوه روح في الاخر حلو 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 والكره الرابعه بيصد كريم اربعه فيهم واحد كده اهي 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 جاي لك تاني اربعه فيهم واحد للاسف الكره الاخيره الكره الاخيره خمسه فيهم اثنين اسامه اسامه الكاوي بيصد والله كريم اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا اقعدوا الحقيقه فوز ولا احلى ولا اجمل ولا اروع ولا ابدع كريم عبد الكريم عمل مجهود كبير احمد سمير عامل هنا عمل مجهود كبير لكن في الاخير يعني كريم قدر ان هو يصنع الفارق واحمد سمير عامر كان بيعمل الرياكشن دوت وهو اسامه بيشوط هو ده اللي احبطني اصلا تعالوا بينا يا كل جمهورنا بعد الاداء الفقره دي اللي هو خط الهجوم في لعبه كره القدم وضربات الجزاء بالقدم نشوف درجات بقت عامله كالتاتي شعللها كده شعللها وولعها بقى 340 درجه 340 يا شعلالة وفريق صهلاله الحقيقه رغم الاداء الجيد اللي عملوه النهارده والروح الحلوه اللي كانت ما بينه وما بين الفرقه الثانيه وصلوا ل 260 درجه بنقول الف الف مبروك لفريق شعلالة النهارده اللي شعللها وولعها ويعني حمسها وودانا في حته والحقيقه يعني فادوا ان كريم كان بيلعب كوره فعارف تكنيك اللعب ازاي واسلوب اللعب ازاي لكن عامر والله كان حارس مرمى من الدرجه الاولى واسامه مكاوي قدر انه برضو يلعب حارس مرمى كويس لكن كانوا في الشوطه نفسها او في الهجوم بتاعهم ما عندهمش التكنيك ما عندهمش التكنيك جبتوه ليه؟ قلت لك بلاش طيب